اسمه وعايض اللي لا يرحب بالقصر بالرجال اللي لفوا قدر وجاه ما نوفي وقفته دايم ذخر يا عضيد كل ابونا في دره قبل اليمنى على بطن وظهر يا عسانه في رضا الله ثم رضاه يا عضيد فدوه لك بالعمر قالها اللي ما يخيب من نصه اطلب اطلب فاليسر ولا ناظر اخوانك عضودك والفخار كل رجال يقدم ما قواه يا الله احفظهم على طول العمر يا الله اسعدهم على طول الحياة يا الله احفظهم على طول العمر يا الله اسعدهم على طول الحياة يا اله الكون خلق البشر نحمدك يا رب ما غيرك اله السعادة والفرح تسوى العمر يوم عبد الله تحقق له مناه هات والبشت الحساوي والعطر يكتب البزين والمولى عطاه والمباخر عودها فوق الجمر عودها عنق سحاب في سماه وعايض اللي لا يرحب بالقصر بالرجال اللي لفوا قدر وجاه ما نوفي وقفته دايم ذخر يا عضيد كل ابونا في دره قبل اليمنى على بطن وظهر يا عسانه في رضا الله ثم رضاه يا عضيد فدوه لك بالعمر قالها اللي ما يخيب من نصه اطلب اطلب فاليسر ولا العسر انت غالي ما نقصر في وفاه ناظر اخوانك عضودك والفخار كل رجال يقدم ما قواه يا الله احفظهم على طول العمر يا الله اسعدهم على طول الحياة يا الله احفظهم على طول العمر يا الله اسعدهم على طول الحياة يا اله الكون خلق البشر نحمدك يا رب ما غيرك اله السعادة والفرح تسوى العمر يوم عبد الله تحقق له مناه هات والبشت الحساوي والعطر يكتم البزين والمولى والمباخر عودها فوق الجمر عودها عنق سحاب في سماه وعايض اللي لا يرحب بالقصر بالرجال اللي لفوا قدر وجاه ما نوفي وقفته دايم ذخر يا عضيد كل ابونا في دره قبل اليمنى على بطن وظهر يا عسانه في رضا الله ثم رضاه يا عضيد فدوه لك بالعمر قالها اللي ما يخيب من نصه اطلب اطلب فاليسر ولا العسر انت غالي ما نقصر في وفاه ناظر اخوانك عضودك والفخار كل رجال يقدم ما قواه يا الله احفظهم على طول العمر يا الله اسعدهم على طول الحياة يا الله احفظهم على طول العمر يا الله اسعدهم على طول الحياة يا اله الكون خلق البشر نحمدك يا رب ما غيرك اله السعادة والفرح تسوى العمر يوم عبد الله تحقق له مناه هات والبشت الحساوي والعطر يكتب البزين والمولى عطاه والمباخر عودها فوق الجمر عودها عنق سحاب في سماه وعايض اللي لا يرحب بالقصر بالرجال اللي لفوا قدر وجاه ما نوفي وقفته دايم ذخر يا عضيد كل ابونا في دره قبل اليمنى على بطن وظهر يا عسانه في رضا الله ثم رضاه يا عضيد فدوه لك بالعمر قالها اللي ما يخيب من نصه اطلب اطلب فاليسر ولا العسر انت غالي ما نقصر في وفاه ناظر اخوانك عضودك والفخار كل رجال يقدم ما قواه يا الله احفظهم على طول العمر يا الله اسعدهم على طول الحياة يا الله احفظهم على طول العمر يا الله اسعدهم على طول الحياة يا اله الكون خلق البشر نحمدك يا رب ما غيرك اله السعادة والفرح تسوى العمر
صار يوم عبد الله تحقق له منى. هات والبشت العساوي والعطر يقدم البزن والملا عطا، والمباخر عودها فوق القمر عودها عنق سحاب في سما، وعايض الليل يرحب القصر بالرجال اللي لفوا قدر وجاه. ما نوفي وقفة دايم ذخر يا عضيد كل بونا في درا، قبل اليمنى على بطن وظهر يا عسانا في رضا الله ثم رضا. يا عضيد فدوة لك بالعمر قالها اللي ما يخيب من نصا. اطلب اطلب فاليسر ولا ناظر اخوانك عضودك والفخار كل رجال يقدم ما قواه. يالله احفظهم على طول العمر، يالله اسعدهم على طول الحياة، يالله احفظهم على طول العمر، يالله اسعدهم على طول الحياة. يا اله الكون خلق البشر نحمدك يا رب ما غيرك اله. السعادة والفرح تسوى العمر يوم عبد الله تحقق له منى. هات والبشت العساوي والعطر يكتب البزن والملا عطا، والمباخر عودها فوق القمر عودها عنق سحاب في سما، وعايض الليل يرحب القصر بالرجال اللي لفوا قدر وجاه. ما نوفي وقف قبل اليمنى على بطن وظهر يا عسانا في رضا الله ثم رضا. يا عضيد فدوة لك بالعمر قالها اللي ما يخيب من نصا. اطلب اطلب فاليسر ولا العسر انت غالي ما نقصر في وفاه. ناظر اخوانك عضودك والفخار كل رجال يقدم ما قواه. يالله احفظهم على طول العمر، يالله اسعدهم على طول الحياة، يالله احفظهم على طول العمر، يالله اسعدهم على طول الحياة. يا اله الكون خلق البشر نحمدك يا رب ما غيرك اله. السعادة والفرح تسوى العمر يوم عبد الله تحقق له منى. هات والبشت العساوي والمباخر عودها فوق القمر عودها عنق سحاب في سما، وعايض الليل يرحب القصر بالرجال اللي لفوا قدر وجاه. ما نوفي وقفة دايم ذخر يا عضيد كل بونا في درا، قبل اليمنى على بطن وظهر يا عسانا في رضا الله ثم رضا. يا عضيد فدوة لك بالعمر قالها اللي ما يخيب من نصا. اطلب اطلب فاليسر ولا العسر انت غالي ما نقصر في وفاه. ناظر اخوانك عضودك والفخار كل رجال يقدم ما قواه. يالله احفظهم على طول العمر، يالله اسعدهم على طول الحياة، يالله احفظهم على طول العمر، يالله اسعدهم على طول الحياة. يا اله الكون خلق البشر نحمدك يا رب ما غيرك اله. السعادة والفرح تسوى العمر يوم عبد الله تحقق له منى. هات والبشت العساوي والعطر يكتب البزن والملا عطا، والمباخر عودها فوق القمر عودها عنق سحاب في سما، وعايض الليل يرحب القصر بالرجال اللي لفوا قدر وجاه. ما نوفي وقف قبل اليمنى على بطن وظهر يا عسانا في رضا الله ثم رضا. يا عضيد فدوة لك بالعمر قالها اللي ما يخيب من نصا. اطلب اطلب فاليسر ولا العسر انت غالي ما نقصر في وفاه. ناظر اخوانك عضودك والفخار كل رجال يقدم ما قواه. يالله احفظهم على طول العمر، يالله اسعدهم على طول الحياة، يالله احفظهم على طول
وحدك يا رب ما غيرك إله، السعادة والفرح تسوى العمر، يوم عبد الله تحقق له منى. هات والبشت الحساوي والعطر، يقدم البزين والمولى أعطاه، والمباخر عودها فوق الجمر، عودها عنق سحاب في سما، وعايض الليل يرحب القصر بالرجال اللي سانا في رضا الله ثم رضا. يا عضيدي فدوتلك بالعمر، قالها اللي ما يخيب من نصا. اطلب اطلب فاليسر ولا العسر، انت غالي ما نقصر في وفا. ناظر اخوانك عضودك والفخار، كل رجال يقدم ما قوى. يالله احفظهم على طول العمر، يالله اسعدهم على طول الحياة. نحمدك يا رب ما غيرك إله، السعادة والفرح تسوى العمر، يوم عبد الله تحقق له منى. هات والبشت الحساوي والعطر، يكتب البزين والمولى أعطاه، والمباخر عودها فوق الجمر، عودها عنق سحاب في سما، وعايض الليل يرحب القصر بالرجال اللي لفوق قدر وجاه. سانا في رضا الله ثم رضا. يا عضيدي فدوتلك بالعمر، قالها اللي ما يخيب من نصا. اطلب اطلب فاليسر ولا العسر، انت غالي ما نقصر في وفا. ناظر اخوانك عضودك والفخار، كل رجال يقدم ما قوى. يالله احفظهم على طول العمر، يالله اسعدهم على طول الحياة. نحمدك يا رب ما غيرك إله، السعادة والفرح تسوى العمر، يوم عبد الله تحقق له منى. هات والبشت الحساوي والعطر، يقدم البزين والمولى أعطاه، والمباخر عودها فوق الجمر، عودها عنق سحاب في سما، وعايض الليل يرحب القصر بالرجال اللي لفوا قدر وجاه. سانا في رضا الله ثم رضا. يا عضيدي فدوتلك بالعمر، قالها اللي ما يخيب من نصا. اطلب اطلب فاليسر ولا العسر، انت غالي ما نقصر في وفا. ناظر اخوانك عضودك والفخار، كل رجال يقدم ما قوى. يالله احفظهم على طول العمر، يالله اسعدهم على طول الحياة. نحمدك يا رب ما غيرك إله، السعادة والفرح تسوى العمر، يوم عبد الله تحقق له منى. هات والبشت الحساوي والعطر، يكتب البزين والمولى أعطاه، والمباخر عودها فوق الجمر، عودها عنق سحاب في سما، وعايض الليل يرحب القصر بالرجال اللي لفوق قدر وجاه. سانا في رضا الله ثم رضا. يا عضيدي فدوتلك بالعمر، قالها اللي ما يخيب من نصا. اطلب اطلب فاليسر ولا العسر، انت غالي ما نقصر في وفا. ناظر اخوانك عضودك والفخار، كل رجال يقدم ما قوى. يالله احفظهم على طول العمر.
حز ما نصاب.
الطيب يا ابو سعود نزيه الذات من طيبه يزيد الطيب باحساني. هلا يا مرحبا بمرحبا يا طيب على هدول من اسطوره الرجال اللي توفي كل ميزاني. عسى الايام تبطبه ولا يكتب لنا مفقود، هلا يالله تقبل دعوتي يا عالي الشاني، وتبقى يا سعد يا عزنا في الموقف المشهود.
Yeah.
مرحبا يا ربعنا يا الوفا والشك جايز، انتم جماعتنا هلا التكميل وامين الخصائل السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السعادة الحضور، المشايخ الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم بالخير والسعادة والسرور. الحمد لله الذي جعل الزواج رحمة ومودة ومنهاجا للتعارف بين البشر، كما جعله المولى عز وجل سنة من السنن الكونية التي تستقر بها حياة المسلم ويرتقي شأنه ويعلو مكانه ويحلو زمانه، وهو نظام إلهي يصون المجتمعات ويحقق لها الاستقرار العاطفي والأخلاقي والتربوي، وقبل ذلك اقتداءً بسنة الأنبياء والسلف الصالح. ومن الناحية النفسية، فإن الزواج يسهم في الاستقرار الفكري والاعتدال السلوكي للإنسان وتحقيق الرضا والقناعة والامتثال لأمر الله عز وجل. وفي هذه الليلة الطائفية العابقة بروائح الورد وعبير الكادي، ترتسم مباهج الفرح والسرور والبهجة والحبور، وتفوح روائح الزهور، والدعاء بالتوفيق والسداد للشاب عبد الله بن عاير النفيعي، فبارك الله له وعليه وجمع بينهما في خير وسعادة. كما نتقدم للشيخ عايض بن معتق بن خزام النفيعي وإخوانه وأبنائه بأجمل التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة السعيدة، وندعو الله أن يديم عليهم الأفراح والليالي الملاح وهم ينعمون بالصحة والعافية. مرحبا بالجميع، وأمسية سعيدة نرجوها لكم إن شاء الله. خير بداية لحفلنا هذا القرآن الكريم، يرتله الأستاذ أحمد بن راضي المقاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا،
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. سبحان من جمع القلوب بفضله وعلى رحاب الود عمر دارها، طاب اللقاء وزاده تشريفكم في ليلة قد أشرقت أنوارها. فيما يلي كلمة ترحيبية بهذه المناسبة يتفضل بإلقائها الأستاذ مشعل بن عايض النفيعي نيابة عن والده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اهنأ يا خير الأوطان الملك سلمان برعاية العزيز القوي الرحمن، مملكة غالية وهمم عالية ومكانة مرموقة سامية، تحاصرنا عين الحسود والأمل في الله وفي القيادة معقود، جنود بواسل على الحدود تقاتل تدفع عنا الفتن دفاعا عن الدين والمليك والوطن، حفظ الله لنا موطن العز وقيادة العز، أهلا وسهلا ومرحبا بأصحاب السعادة في ليلة الفرح والسعادة، أهلا بالمشائخ والأعيان، ولنا عظيم الشرف بمن حضر في هذا المساء، ونحن نحتفي بزواج الابن عبد الله، أهلا بالأقارب والزملاء، أهلا بالجيران والأصدقاء، ترحيب يعانق السماء نقدمه بكل ود وصفاء، شكرا للجميع ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيما يلي أعزانا الحضور، هذه أيضا كلمة الشيخ شيخ القبيلة، يلقيها الشيخ مصلح ابن حويتان النفيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى وعلى آله وصحبه الشرفى. الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، وجعل بيننا مودة ورحمة، والصلاة والسلام على الهادي البشير الذي حث على الزواج ورغب فيه، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث باسم قبيلة الصفيان كافة في نجد والحجاز وجميع أطراف المملكة، نحيي بجميع الحضور من أصحاب السعادة والشيوخ والأصحاب والأهل والجيران وكل من حضر، ونقول لهم أهلا وسهلا، حللتم أهلا ووطأتم سهلا. ثم ندعو لعريس هذه الليلة
الابن عبد الله ابن عايض ابن معتق ابن خزام النفيعي، ونقول له ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. ثم نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان ورغد العيش الذي نلحظه ونعيش فيه في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي عهده. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان ورغد العيش، ثم نثني ونشكر ونقدر جميع أفراد قواتنا المسلحة بالداخل والخارج على ما يقومون به من جهود مباركة في حماية الثغر الخارجي والعمق الداخلي. نسأل الله سبحانه وتعالى بالتوفيق لمن وقف منهم على الثغر، وبالرحمة لمن استشهد منهم، وبالشفاء العاجل لمن أصيب منهم. ثم نذكر أحبابي الكرام أننا في هذه الأيام يجب منا كمواطنين راعي ورعية، شاب وشباب، أطفال وكبار وصغار، أن نقوم على التلاحم والوحدة الوطنية، لأن ما يجانب هذه البلاد المحسودة من جميع الدول. يجب علينا أن نعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى، ثم نؤكد الولاء والبيع لولاة أمرنا، والوقوف صفاً واحداً، وعدم إثارة الفتن والقلاقل التي ليس منها طائل إلا إفراح الأعداء علينا. الله سبحانه وتعالى نحمد ونشكر ونطلب منه أن يديم علينا هذه النعمة المباركة. ثم في ظل هذه الحكومة الرشيدة، ثم يجب علينا نحن كمواطنين الدور الأكبر في إرساء قيمة الوطن والمواطنة، وكلنا رجال أمن، عدم إثارة الفتن، عدم إثارة الشائعات، عدم السير في تفقد السلبيات عن المجتمع. كل مجتمعات العالم لديها سلبيات، نحن إذا حسبنا أنفسنا نجد أننا في إيجابيات إلى حد الكمال تقريبا، ونحن محسودين. أطراف البلاد من الشمال إلى الجنوب إلى العمق متوترة، ونشاهد ونرى. وأؤكد على الشباب بالذات عدم إثارة الفنن أو المشاغبات، وفقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كما قال في آخر الزمان: تأتي فتن كقطع الليل تجعل الحليم حيران. أحد شراح الحديث أوصى بأن على الفرد المسلم أن يقول: اللهم ارزقني الحق حقا وارزقني اتباعه، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، ثم أرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. هذا ما وددت أن أؤكد عليه، وهو الولاء والطاعة والسير في تطور البلد وعدم إثارة الفتن، وفقاً للمصلحة العامة وتحقيقاً للهدف ومنعاً للأخذ والرد. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد. وأكرر الترحيب بجميع من حضر باسم القبيلة وباسم الشيخ عايض بن معتق بن خزام النفيعي، فأهلاً وسهلاً بكم، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا الحضور مرة أخرى، ونرحب بسعادة المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج أمين محافظة الطائف الذي شرفنا في هذه الأثناء. الكلمة الآن للشيخ فهد المعطاني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الشيخ عايض بن معتق النفيعي العتيبي، شيوخ قبائل عتيبة، شيوخ القبائل، رجال الفكر، رجال العلم، رجال الأعلام، رجال الأعمال، رجال الدولة رعاها الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك ونهني للشاب عبد الله ابن عايض ابن معتق ابن خزام النفيعي العتيبي على حفل زواجه هذه الليلة، ونتمنى له السعادة وبالصلاح وبالنجاح وبالرفاهة والبنين إن شاء الله. عريسنا هذه الليلة هو ابن القبيلة الذي عاش في أحضان قبيلته، قبيلة النفاعة من عتيبة، القبيلة التي عرفت برموز وبمشائخ عرفوا بين قبائل عتيبة وبين القبائل في منطقة الحجاز وفي منطقة نجد، يعتز بهم، أخذا من قبيلته القيم والشيم والعزة والكرامة والشجاعة والنقوة، ولا غرب من ذلك، فهو ابن القبيلة وابن الوطن، ويعمل أيضا في جهاز مهم من أجهزة الدولة رعاها الله، ومع زملائه من أبناء القبائل في المملكة العربية السعودية. وأن هذا الحفل الكبير عند قبيلة عتيبة العريقة الضاربة جذورها في عمق التاريخ، والتي عرفت بالقيم والشيم والعزة والكرامة، إن هذا الحفل يساعد ويقوي على اللحمة الوطنية ما بين قبائل المملكة العربية السعودية. والشاهد في ذلك أن كثير من أبناء القبائل ومن أبناء المجتمع دلفوا إلى هذا المكان احتفاءً بهذا العريس وبهذا الشاب ابن القبيلة وابن الوطن، ومحبة فيه وفي قبيلته. ونحن في المملكة العربية السعودية نحن كلنا قبيلة واحدة، هي قبيلة الوطن، ومثل هذه الاحتفالات تقوي صف الوطن ما بين القبائل وبين الدولة رعاها الله، خاصة في مثل هذه الأيام التي نرى نحن جميعا ما يدور حولنا في هذا العالم. إذا كان أن في سوريا ما بين قرية وقرية لا يستطيع الرجل يسير في ليلته، إذا كان أن الأعراض انتهكت والأموال اغتصبت والناس عاشوا في قلق وفي إرهاب، لذلك يجب علينا نحن في المملكة العربية السعودية، وكما قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في افتتاحية جامعة التكنولوجيا والتجارة، قال كلمة هي عين الصواب، قال الربيع السعودي، الربيع السعودي سبق الربيع العربي ب82 سنة، وهذا الصحيح. قبل الملك عبد العزيز يرحمه الله كانت الجزيرة في خوف وفي فقر وفي جهل، كان الرجل لا يستطيع أن يسير بين مدينة ومدينة، كان الرجل إذا أراد أن يذهب إلى الحج أو إلى العمرة لابد يأخذ 3 أشياء معه، يأخذ كفنه ويأخذ سلاحه ويوصي أهله، ممكن يروح ولا يرجع. حنا اليوم نعمة من نعم الله، يمشي الرجل بسيارته من عرعر إلى جيزان ما يتعرض أي عارض، ينام أينما يكون، الرجل يفتح باب إلى الصبح يصبح، هذه نعمة، نعمة الأمن. صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز يرحمه الله قال مقولة، قال المواطن هو رجل الأمن الأول، وهذا الصحيح. قال الأمير نايف أيضا يرحمه الله أننا نحن مستهدفين في ديننا وفي عقيدتنا وفي شبابنا وفي أنفسنا وفي وطننا، وهذا الصحيح. بعدين نحن والحمد لله بلد إسلامي سني يسير على نهج الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم عليه، وديننا دين الرحمة ودين الرأفة ودين المساواة ودين العدل وأيضا دين الحياة،
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. يقول الله سبحانه وتعالى ويقول: وإذا الموءودة سُئلت بأي ذنبٍ قُتِلَت. ديننا ما هو دين القتل، رجل يفجر في مسجد بمصلين ويقتل ناس آمنين مطمئنين، ولا يجي يقتل قريبه ولا ابن عمه. رجعونا، يريدون أن يرجعونا إلى عهد الغاب، كل يذبح الآخر وكل يسلب الآخر. وحنا والحمد لله من زمن الملك عبد العزيز نعيش في أمن وفي أمان، يجب علينا جميعا أن نحافظ على هذا الأمن. وأن المملكة العربية السعودية وأن شعب المملكة العربية السعودية سواء من أبناء القبائل أو غيرهم فهم يعيشون في حضارة وفي تطور. وأكبر شاهد بذلك إن أكثر من 40 جامعة في المملكة العربية السعودية، أكثر من 200,000 طالب مبتعث في أكثر من 90 دولة في العالم، الطرق السريعة، النهر العظيم اللي كانت شعارات تنادي بها الجمهوريات. إذا كان أن الجمهوريات يذهب رئيس ويجيبون لهم رئيس من السجن ويحكم لأمة، أو يجيك واحد من الشارع ويحكم لأمة، وحنا والحمد لله ملوكنا عزهم الله ملوك أبناء ملوك يتعاملون مع شعوبهم بالرأفة والرحمة والعدل والعدالة. وأكبر شاهد هذه المحاكم فاتحة بيبانها، الرجل يأخذ حقه من أي جهة كانت، يجلس الرجل أمام أكبر وأعلى قيادة، الملك يحفظه الله يجلس على كرسي ويطلب طلبه اللي يبغاه ويشرح مظلمته وهذا ويأخذها كاملة، والدولة رعاها الله تتابع أمر المواطن. كنا أمس أول تمس في جلسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، فدهشنا عندما خرج الأمير وقف شخص قال يا طويل العمر أنا جتني غلطة. قال لها الأمير إذا جتك غلطة مني فتراني أنا أعتذر. أمير مكة يقول الكلام ده، صفق كل اللي في المجلس إليه. فحنا تعودنا منهم حفظهم الله العدل والعدالة وأيضاً الأمن والأمان. يجب علينا أن نقوي صف الوطن، يجب على الشعب أن يتماسك مع الدولة، دولة عادلة وشعب وفي. ونحن في هذه الليلة أعجبنا كثيراً أن كثيراً من رموز المملكة سواء من منطقة مكة الطائف أو غيرها حضروا ودلفوا إلى هذا المكان، وأيضاً من رجال الدولة ومن رجال المجتمع ومن وجهاء ومشائخ القبائل. وهذا يدل على أن هذه القبيلة لها محبة في قلوب كل القبائل وفي قلوب كل رموز المجتمع. سعدنا كثيراً أننا رأينا العلم والرمز الأدبي والشاعر الكبير الشاعر محمد بن سعيد الدويبي، هذا الرجل الذي أفنى أكثر من 50 سنة من حياته وهو يغني للوطن. ودائماً الشاعر الذي يغني للوطن ويبرز وطنيته ومحبته لهذا الوطن الكبير بقيادته وبشعبه وأيضاً بآثاره وبمصائفه فهو يشكر على ذلك، وهو له قدر وله محبة في نفوسنا نحن: هذيل ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار بن معدن بن عدنان، نحن الذين نرتبط مع قبيلة عتيبة بجوار وبنسب وبمصاهرة. كثير من أبناء هذيل خوالهم عتيبة وحنا نعتز بذلك، كثير من أبناء عتيبة خوالهم هذيل وحنا نعتز بذلك. فنحن كلنا ننتسب إلى نسب واحد وإلى معدن واحد، نعتز جميعا بعروبتنا وبقيمنا وبشيمنا وبأخلاقنا الإسلامية العربية. نحن العرب الذين تحدث عنهم الرسول اللهم صل وسلم عليه قال: حب العرب لثلاثة خصال، لأنني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة العربية. نحن عرب الذين قال عنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصيكم بالعرب خيرا، فهم مادة الإسلام. لذلك يجب علينا جميعا أن ندافع عن عروبتنا وأن نلقن أبناءنا الشيم والقيم
والعزة والأخلاق العربية الإسلامية. وما نزل هذا الدين الحنيف على العرب إلا لأنها أمة مهيئة لذلك. إذا كان أن الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم عليه يقول: وما بعثت إلا لكي أتمم مكارم الأخلاق، فمكارم الأخلاق في الجاهلية عند العرب، والجاهلية ما هي بجاهلية الفكر، الفكر بلغ إلى ذروته في الجاهلية. الشاعر الجاهلي يقول: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. ولكنها جاهلية الدين، يصنع الرجل صنما من التمر وإذا جاء أكله، هنا جاهلية الدين. لذلك أن الرسول اللهم صلى الله عليه وسلم عليه عندما قرأ آية الزنا وجاءت هند بنت عتبة قالت: تزن الحرة يا رسول الله، استغربت. ما كان يمنعهم دين، ولكن كان يمنعهم حياء القبيلة وشرف القبيلة وسمعة القبيلة حتى في الجاهلية. عنتر ابن شداد يقول: أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ما كان يرد عنتر بن شداد دين، ولكن يرد شرف القبيلة وسمعة القبيلة. والقبيلة هي أول منظومة في التاريخ بنيت على قيم وعلى شيم وعلى أخلاق، ويجب علينا جميعا أن نحافظ على ذلك، نحافظ على القبيلة ونحافظ على القيم والأخلاق والشيم، ونحافظ أيضا على إسلامنا، وأن نوجه أبناءنا إلى الوجهة الصحيحة في الإسلام، وهي التوسط والوسطية وعدم الغلو في الدين وعدم الانحراف وعدم التطرف. لأن الشاب إذا تطرف أصبح مثل القنبلة الموجودة في المجتمع، ونحن جميعا في سفينة واحدة قيادة وشعب، يجب علينا أن نحافظ عليها. ومن أراد أن يعبث في هذا المركب يجب علينا أن كلنا نكون ضده، لأنه يريد أن يغرق الأمة. فتوجيه الشباب مهم، ونحن سعداء في هذه الليلة عند قبيلة عتيبة أن نحضر في هذه الليلة في هذا الحفل الكبير، ونعتز بذلك لوجودنا بينهم، وأيضا للعلاقة الكبيرة ما بيننا وبين قبيلة عتيبة نسبا وصهرا وجوارا، وأيضا كثير من رموزهم أعتزوا بصداقتي من كثرتهم أمامي الآن لا أستطيع أن أعددهم، لكن كل الصف الأول والصف الثاني بيني وبينهم زرق طيب، وبيني وبينهم خوة، وأنا أعتز بذلك. نزيد نبارك للعريس ولذويه، ويسعدني أن أقول قصيدة مكة باعتبار أن كثير من مسؤولي مكة المكرمة ومن أعلامها ومن رموزها حاضرين معنا هذه الليلة، وهي التي ألقيتها أمام خادم الحرمين الشريفين. أم القرى بجلالها تتلالى، فتزيد في شم الجبال جلالا، لبست حلال على عقد شموخها، ورنت إلى العليا تتيه جمالا. أوليس منها الله أعلن وحيه ليهد أصناما بها وضلالا، وبها لأحمد سيرة نبوية، سار الزمان بسيرها مختالا. الكعبة الغراء في أحضانها رمز يحط عن الورى الأثقالا، تتنزل الرحمات في أرجائها فلقد حباها ربها الإفضالا. تاريخ أجداد لكم وحضارة صال الهدى فيها أغر وجالا، واليوم تشرق في سماء سعودها شمس بها عقد العلو تلالا. بفوارس شم الأنوف فعالهم أضحى لها سفر الخلود مجالا، صرح بنى عبد العزيز أساسه فكر يحقق للعلى الآمالا، صقر الجزيرة كيف ينسى ذكره وبه يقيم من الهدى ما مالا. فردا تجلى أمة بنهوضها زرع الجزيرة همة ورجالا، وتتالت البشرى بأبناء له صنع الذي قد كان قبل محالا. فسل الجبال بمكة وشعابها، فعلى الجبال ترى الملوك جبالا، فبخادم الحرمين لان منيعها وبها المعين من الجلامد سالا. ملك أقام العدل في أرجائها
فتحققت أقواله وأفعاله. أشكركم على الإصغاء والاستماع، وأيضاً أشكر أصحاب الحفل على هذا الرمز الإعلامي من التلفزيون السعودي الذي تعودنا دائماً بصوته وبلغته اللغة العربية السليمة، فهو يستحق التقدير. عرفناه من أكثر من 30 عام، فنعم المقدم ونعم الحفل. وأعجبت أيضاً بأن مقرئ القرآن من أبناء القبيلة، وهذا شيء طيب. نحن العرب الذين نزل علينا القرآن الكريم، ويجب علينا دائماً أن نجعل في منابرنا من أبناء قبائلنا من يتلو القرآن ومن يتحدث بفصاحته وبخطابته وبأدبه وبشعره وأيضاً بكلمتها المسموعة. شكراً. شكراً للشيخ فهد على هذه الكلمة الرائعة التوعوية الإرشادية، والتي ختمها بهذه القصيدة الرائعة. تتواصل الكلمات في هذه الأمسية السعيدة، والآن كلمة للشيخ هلال ابن جار الله الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما أدخل في الكلام، أتوجه بالشكر إلى من وجه لي الدعوة، الشيخ عايض بن معتق وآل خزام وأخي الفاضل وقرة عيني الأستاذ مشعل. هؤلاء الأسرة الذين أعرفهم من القدم. الشيخ عايض كان زميل لمشايخنا الشيخ سعد بن حامد والشيخ حسين بن عويض والشيخ عجلان، وهو يعرف هذا. والأستاذ مشعل كان زميلي، سعدت به كثيراً وأعتز بصداقتي معه. كذلك كنت معلماً لفهد بن مقحم موجود معنا، وعبد الله فارس هذه الليلة. وهذا من حسن الجميل الذي أسدوه لي أن أكون في هذه المناسبة. أما بعد، فمن سبقني في المقام قال ما فيها الكفاية وما فيها الفائدة، وكما يقولون لا عطر بعد عروس. ولكن وقد وقفت هنا لم أعد كلمة، لست ألقي محاضرة، ولست خطيباً في منبر المسجد، وإنما حديث الأخ لإخواني. الحمد لله الذي جمعنا من كل القبائل في هذا المكان المبارك، نسأل الله برحمته أن يجمعنا في مستقر رحمته. وهذه من نعم الدين، أنعم الله علينا بدين ألف بيننا برحمته وقدرته، وعطانا خاتم الأديان، وبعث منا خاتم الأنبياء صلى الله وسلم عليه. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى وهو يمتن على رسوله الكريم بأن نصره وأيده وأعزه بجنده الصحابة والملائكة، قال تعالى: وأيدك بنصره وبالمؤمنين لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. هذا التآلف وهذا التحابب الذي جمع المسلمين، وتذوب تحته كل الفوارق، لا فرق هذا من يمن أو من شمال أو من جنوب أو من القبيلة الفلانية. نحن مسلم، قبلتنا واحدة، وصلاتنا واحدة، ودولتنا واحدة، والحمد لله. هذا الدين وفر لنا الأمن. متى ما امتلأ قلبك بالإيمان أحببت لأخيك ما تحبه لنفسك، ومتى ما توفر الأمن
استطعت أن تؤدي شرائع الدين بيسر وسهولة. فالدين والأمن ما يقومهما إلا بعضهما، لا يوجد دين لا يوجد أمن، وإذا لا يوجد أمن كيف تؤدي شرائع الدين؟ نحن الحمد لله في الأسفار نقف على جانب الطريق ونصلي مطمئنين على أرواحنا وأموالنا وأولادنا، وهذا من نعمة الله الذي أنعم علينا بأفضل نعمة الدين الإسلامي، ثم خلق من الدين الإسلامي الأمن، وهذا الأمن الذي يمكننا من تأدية شرائع الدين. الأمن والدين تحتاج إلى أن تكون على أرضية، تؤدي شرائع الدين على أرضية اسمها الوطن. الوطن ليس الأرض فحسب، الوطن كل ما على الأرض من منشآت ومن رجال ومن دولة، الدولة التي تقيم حدود الله على أرض الله وتحكم شريعة الله بين عباد الله. هذه الدولة التي بفضل الله ومنه وكرمه رحمنا بها جمعت الشتات ووحدت الكلمة وأطرت الناس إلى الحق أطرا. هذا هو الصحيح، هذا هو الدين الصحيح، وهذا هو الأمن الصحيح، وهذه الدولة التي تمسكت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سادت. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. يا أخوان، ما جاء الملك عبد العزيز مثلما تفضل الشيخ المعطاني، والله ما جل بخير، والذي أكبر منا وفي صفتي أنا أدركت بعض الأشياء من التعب والنصب والجهل والفقر وفي كل شيء، أكرم الله بهذا الدولة التي جمعتنا وفكت أبواب الخير، أولها العلم والدين وكل شيء الحمد لله والتطوير. وهل أوصدت أبواب الفتن ودكت معاقل الجهل وتسامت منارات الهدى وشيدت أبراج المعرفة وصروح العلم وهشمت أنوف الجبال وكبرياء الصحراء لتسهيل الطرق إلا في هذا العهد المبارك منذ أن وضع أساسه الملك عبد العزيز على تقوى من الله ورضوان؟ دولة بنت أساسها على أساس الدين الذي هو أفضل نعمة، ولا خير في دنيا بلا دين. يقول الأمير عبد الله الفيصل رحمه الله: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. فيجب علينا كآباء نغرس حب الوطن وحب الدولة في الأبناء بذكر المحاسن وبحسن الطاعة وعدم الخروج عن ولي الأمر والامتثال للأوامر، كلها في خير وكلها موافقة للشرع، وهذا اللي نبغاه. قوانين وضعية والله عجزت، ما سوت شيء. الدول التي غزت الفضاء ما وجدت الأمن كالذي نجده أبدا. اسمعوا قصة: أحد الأخوان كان في ملحقيات المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية. اسمعوني الله يحفظكم، يعني من يحسن الاستماع يحسن الكلام. فانتهت يعني فترة عمله ورجع هنا وجوا الناس وأنا مع الناس اللي يباركون له، فيسأله أحد أقاربه ما أذكر أسماء، قال له: ها كيف لقيت، أحسن السعودية ولا أمريكا؟ اسمعوا يا شباب، يا شيوخ، يا رجال، يا ألباب العقول، قال: عن أي شيء تسأل؟ قال: عن كل شيء. قال: إن سألت عن الدين فلا دين إلا هنا، وإن سألت عن الأمن فأنا أضرب لك مثال واحد. رجل وسماه وكان موجود معنا في ذيك الساعة،
جاي بيسلم علينا وسأل البواب عمك فيه؟ قال إيوه. قال ادخل. دخل طالع في المجلس ما في أحد، الباب مفتوح والعمارة كلها مفتوحة. طلع في الدور الأول ما يفتح باب مغلوق ولا يغلق المفتوح، حتى وصل السطح ورجع عند الحارس قال ما لقي أحد. قال كيف؟ اتصل بالتليفون وجاء صاحب الدار. قال فينك يا أبو فلان؟ أنا وصلت إلى الملحق ما حصلت أحد. قال والله لو كنت في أمريكا ما تعرف تخش، ولو خشيت ما تخرج، لكن في هذا الوطن الذي نعم أهله بالدين أولاً ثم بالدولة التي تقيم الدين ثم بالألفة التي حصلت من أيام محمد صلى الله عليه وسلم وإلى عصرنا هذا، وستستمر بإذن الله ما دمنا متمسكين بكتاب الله وسنة رسوله. واسمحوا لي، يعني أطربني الدكتور محمد جزاه الله خير والأخ هذا الفاضل اللي هنا عن الوطن، وأنا أعرف محمد بن سعيد الدويبي من زمان، ولكن الآن الشكل تغير الديكور وربما ما يعرفني. على كل، في مناسبة سابقة قلت قصيدة في الوطن، أختار لكم منها ليس كلها. اسمعوا لي من هجوسي يوم وصف بالوصوف، الوصوف اللي نسجلها لجيل بعد جيل، من هلال الحارثي حط النقاط على الحروف، مثل تمر ذوب حاين من نخيله جاهليل، من بنى الحارث هل الضيعات لو تكسى الظروف، المدايح نشتريها بالفعول وبالجميل، صفنا بالحق ثابت يوم تختل الصفوف في ذر الله ثم في دولة لها الباع الطويل. كانت ربوع الجزيرة بين حوف وبين خوف، الجهالة والعداوة والمقاتل والقتيل، ثم جاها بن سعود أضفى عليها باللحوف، ولبست ثوب السعادة والعبادة والدليل، حكموا فيها الشريعة واحتموها بالسيوف، واحكموا فيها السياسة والسيوف الهاصلين، من بحر جدة وحتى تاصل ربوع الهفوف، ومن جبال طويق إلى قمة سداء اليسلين، والخطوط مفتحة والنور والشاهد يشوف، والوكيل الله ولا غير الله الوالي وكيل، والنعم متوفرة وارزاق يا كثر الصنوف، والنواعق ما تبعناها ورا قايل وقيل، النفوس المغرضة وأهل القلوب اللي جلوف، الخيانة والخرابة والحصيل أردى حصيل، من وقع في ذا العدالة فالها السيف القصوف، ومن بقي يبقى ذليل ويا حليله بالحليل. واسمعوا يا أهل الصحافة وانشروها بالصحوف، سجلوا عهد السعودي نور ما يقضاه ليل، يلا هنا طالبينك يا رحوم ويا رؤوف، ادفع السيئات عنا واصلح القلب العليل. الرسالة الأخيرة إلى الشباب، الشباب بارك الله فيهم، هم الحقيقة أمل الغد والحاضر وما بعد الغد، ونسأل الله أن يوفقهم للثبات، ونحن كآباء ندعو لهم، يجب أن ندعو لهم ونعلمهم ونغرس فيهم حب الوطن وحب الدين وحب التسامح والتصالح وعدم الخروج عن عوائدنا الذي عشنا عليها، الكرم والشهامة والمروءة واحترام الجار واحترام العاني واحترام الزميل والصغير والكبير، يجب أن تكون في شبابنا. شبابنا هم اللبنة التي ستبقى. أنا الآن وصلنا من العمر ما وصلنا، والله أعلم بما بقي، وإن شاء الله خلفنا رجال، الشباب شبابنا. يا شباب لا يغرر بكم، تعلموا العلم النافع، احفظوا كتاب الله وسنة رسوله، والتفوا حول قيادتكم، والله لا نجاة في هذه الدنيا ولا في الآخرة ما لم نكن أصحاب دين وأصحاب عقيدة وأصحاب بيعة في ذمتنا، بيعة في ذمتنا لولي الأمر، ولي الأمر الذي حكم فينا كتاب الله وسنة رسوله وأقام العدل وأعطى يعني المشاريع تروح في الشمال مشاريع، في الجنوب مشاريع، أنا رحت نجران وجدت مشاريع مسددة الطرق مشاريع تنمية، رحت جدة
ولا أحدث ولا حرج. رحت المنطقة الشرقية في أقصى المنطقة الشرقية ومشاريع في كل مكان. وش نبغى أكثر من هذا؟ وش نبغى من الدولة؟ أنك تؤدي صلاتك بحرية، المساجد حتى على أطراف الطرقات. وش نبغى أكثر من هذا؟ النعمة اللي نحفيها نعمة الأمن، حتى نؤدي العبادة براحة، نؤديها باطمئنان. ما تقدر تؤدي دينك وصلاتك وأنت خايف. فلنتق الله في أنفسنا، ولنتق الله في أخواننا ومن حولنا، ولنتق الله في دولتنا التي ترعانا برعاية الله وتقيم فينا حدود الله وشرع الله. لا نسمع المغرر، يعني للملاطفة إذا أذنتم لي، كانوا يتداولون، وهذه خاصة للشباب، كانوا يتداولون رسائل في بعد الربيع هذا اللي في شمال المملكة. أنا يقول اليوم صافي الجو، وانجوني أصحابي صفالي الجو، ما أدري كيف، ما يعني كلمات من هذا. فواحد عدل فيها، حاول، اكتشفها الثاني وارسل القصيدة صوت وصورة، وإحنا مشتركين في جروب وصار فيه. فأرسلت لهم كلمات لعلها إن شاء الله تنفع. نفسك ولو عطشت من إسلامها رو، وعقلك من الركعات والصوم رو، وابعد عن اللي بالمعاصي تبلو، واحذر ترى بعض الصداقة بلو، وافرح يا خويت ناس تعلو، واترك قليل الدين ما فيه أخوة، وحليلتك احذر تظلي لها بو، لو جو ملوك الناس يقولون بو، وليا لفاك الضيف بالجود له سو، قدم لها الميسور والطيب سو، وقضى اللزوم لشان ناس تعنوا، يقولون عنك انك كفو للعنوة، ولا تستمع في هرج ناس تلغوا، ما ينقص العاقل بهرج اللغوة، اللي تغدوا بالحكي ما تعشوا، بعيد عن نهج السلف والنبوة. وإن كان شفت الناس عنكم تغلوا، من طيب أفعالك تجيك الغلوة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، ويسمحوا لي أسأل الله أن أكون خفيف ظل، وإن كان أصبت فهو توفيق من الله، وإن حصل مني خطأ فهو من نقائص البشر وذنوب العباد. أسأل الله لي ولكم التوفيق في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن كلمة إلى كلمة تحلو وتزهو هذه الليلة بحضوركم. الآن أيضاً هذه كلمة لشيخ قبيلة الوذانين الشيخ ناصر ابن جفين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدني ويشرفني في هذه المناسبة السعيدة أن أتشرف بالوقوف أمام هذه الوجيهة النيرة، فباسمي شخصياً أعتبر نفسي أنا من أهل الحفل، ونيابة عن الشيخ عايض بن معتق بن خزام النفيعي، وعن أبنائه، وعن جميع قبيلة النفعة. يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأمسية التي تزدان بوجود هؤلاء الرجال، الرجال الأعلام الذين حظينا الليلة بوجودهم بيننا في عروس المصائف الطائف، ومع أمينها الشهم الذي ذلل الصعاب وجعلها بالفعل مدينة كلها ورد وزهور، ومدينة تزدان بالمشاريع التنموية والبنية التحتية في جميع قراها ومحافظاتها. تزاملت مع معاليه في الدورة الأولى للمجالس البلدية، فوجدنا منه نعم المواطن الشهم الذي يتجرد عن كل الأمور التي فيها محسوبيات، وبذل
نفسه لهذه المحاضرة. أريد أن أبارك للشاب عبد الله وأقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وأبارك لوالده ولإخوانه، وأخص سعادة الأستاذ مشعل بن عايض بن خزام. آل خزام وآل جفين حقيقة تربطهم علاقات قديمة وحميمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى إن الأبناء ساروا على نهج الآباء. الليلة هذه أعتبرها ليلة وطنية، لأن جميع الذين سبقوني يتحدثون عن الوطن، فنعم هذا هو الوطن، سمعاً وطاعة لقائد هذه الدولة سلمان الحزم، سمعاً وطاعة لولي العهد، سمعاً وطاعة لوزير الدفاع، سمعاً وطاعة لأميرنا المحبوب خالد الفيصل الذي رسم خطته العشرية من أم الجود، من مكة المكرمة، من جامعة مكة، ونحن الآن نسير على نفس هذه الخطة التنموية التي استفادت منها مكة، ونحمد الله سبحانه وتعالى. الملك عبد العزيز طيب الله ثراه موحد هذا الكيان العظيم، عندما أراد أن يوحد هذا الكيان وحد القلوب، وحد القبائل المتناحرة، القبائل الذين كان يهجم بعضهم على بعض، ونحمد الله سبحانه وتعالى بعد حكمه وأبناءها البررة الملوك الذين ساروا على نفس النهج القويم الذي رسمه الموحد العظيم. فمن شموخ إلى شموخ، ومن عز إلى عز، ومن تطور إلى تطور، ونلحظ ونشاهد الآن أن معزي هو سلمان بن عبد العزيز، سلمان القوة، سلمان العروبة والإسلام. أيها الأخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن أعيد لأرحب بكم جميعاً، فعلى الرحب والسعد بجميع ضيوفنا وجميع من حضر حقيقة من المسؤولين في أمارة منطقة مكة، الذين بحكم عملنا دائم نراهم ونجدهم مثل الشمعات التي تحرق أنفسها لتضيء لغيرها. فنحن رجال الوطن، ونحن قبيلة واحدة بصرف النظر عن القبائل، فلا ندعو لقبلية عنصرية نتنة، بل ندعو إلى وحدة وطنية واحدة، لأنه يحاك ابنا وبدولتنا وبوطننا، لأننا سائرين على دولة التوحيد وعلى التوحيد وعلى الإسلام. فعشت يا سلمان الحزم. وفي النهاية أدعو الله سبحانه للجميع إقامة سعيدة في مصيفنا الحبيب، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعددت الكلمات في هذه الأمسية السعيدة، فكان هذا التميز والعطاء المتميز في سماء الطائف هذه الليلة. الآن نتحول من الكلمات إلى عذب الكلام، القصائد والشعراء المشاركين معنا في هذه الأمسية، ونفتتح القصائد بشاعر معروف على مستوى الوطن في المملكة العربية السعودية، قدم الكثير من العطاءات المتميزة، وحصل على العديد من التكريمات في مختلف المناسبات والمحافل في الوطن وخارجه. الآن قصيدة للشاعر الشيخ محمد بن سعيد الذويبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الحضور، الشيخ عايض قبيلة صفيان، المشايخ اللي حضروا ودي كان أتكلم بأسمائهم لأنهم عزيزين غالين، ولكن ربما أغلط في اسم فيكون عليها ملاحظة. أحييكم وبارك للمتزوج واتمنى له حياة سعيدة. يقول كلكم إن شاء الله من أعيان الوطن، يا سرات القوم نور القمر يجلى الظلام، ومن تخطى النور واستقبل الظلمة هلك. يا سرات القوم نور القمر يجلى الظلام، ومن تعدى النور واستقبل الظلمة هلك. أتشرب باسم من شرفه وهذا المقام، وارفع التأييد لأعظم علم واشرف ملك. أتشرب باسم من شرفه وهذا المقام، وارفع التأييد لأعظم علم واشرف ملك. الملك سلمان ذخر الإمام ابن الإمام، عاش مع عبد العزيز وعلى نهجه سلك، واستتب الأمن حسب الشريعة والنظام. بين شعب ما دخل وحدته ريبه وشك، العدل والحزم والعزم في حرب وسلام. من رسم للمسلمين المسار المسار المشترك، أمة عشنا بخوة وقوة واحترام، والشعوب تصارع الموت من حمى الضنك. عشت يا سلمان يا خادم البيت الحرام، العدل بيديك والأمر لله ثم ملك. وولي عهدك على العز مرفوع المقام، وولي عهد المعزة رفيعين المقام، كل منهم درع الأوطان لو دار الفلك. في بلاد جارها ما يذل ولا يضام، وجيشها دك الخوارج والإرهابين دك، وابتدى دور الصواريخ وارتاح الحسام. ابتدى دور الصواريخ وارتاح الحسام، حين تشتد العواصف ويهتز الشبك. من يدافع دون داره وجاره ما يلام. يا وطننا كل بونا معك شعب وملك. شكرا. قصيدة المناسبة هذه اللي قلتها تحية لكم أنتم وباسمكم رفعتها، وإن شاء الله أنكم في المقام الرفيع إن شاء الله. يا سلام الله على من دعانا من وفاه، دعوة التقدير تجمع صحيب مع صحيب، ومن دعاه من القبائل تعنى له وجاه. من غلا عايض ليا جاتنا الدعوة نجيب، حشمة الطيب وتقدير ربعه وقرباه، ناصله والبعد في حشمة الطيب قريب. طيب أبو مشعل وجوده يشرف من نصاه، والنفاعي من عتيبة من الزحت الحريب، عزوة
من زالهم نجد وجبال السراها لو يغيب سهيل ما غاب ماضيها الرهيب والنفاعي من عزي والنفاعي عز دينه وربعه واصدقاه والوفا والطيب عند العرب ما هو غريب والاسم نور يغطل على الظلمة ضياه لو تغيب انوار الافلاك نوره ما يغيب والعمل بالعلم والمعرفه كل يراه والقبائل مصدره دون شك ودون ريب العمل بالطيب والمعرفه علم الدهاه والظفر والفوز بالطايله حظ ونصيب لو بغيت اشرح جميل النفاعي لزملاه تعجز الاشعار والقاف عن شرحه يشيب البحر مهما السفن هزته ما جف ماه وفرق ما بين البحر فالغزاره والقليب والنفاعي بالكرم عز ضيفه وقطراه والوفاء والجود والطيب والصدر الرحيب عادة عند القبائل مثل فرض الصلاة في عموم المملكة ما بهم شك وريب من مذهب في سائر المملكة نحمي حماها ومن تخلى عن سلوم العرب نقده وعيب والكرم وهبه من الله لخلق الله عطاه والقبائل في الجزيرة توديه وتجيب والكرم والجود عند الرجال أصل الحياة والحياة بغير عز وشهامة ما تطيب كيف لا وبلادنا منبع الطيب وحياها سنة التكريم والطيب من طه الحبيب والسعودية فضل جودها كل اللقاه ومنطلب منها الكرم والمعونة ما يخيب تحت راية من نحبه ونمشي في رضاها الحليم اللي بالإسلام وامراضه طبيب الملك سلمان بالحق رافع مستواه يرضخون أعداه بالطيب ولا بالغصيب كلنا نفداه بالروح ونعادي عداه نردع المخطي ونحمي كرامة من يصيب وولي عهده يصل كل منهم مبتغاه محتمين الدار والجار فاليوم الصعيب كل منهم بالثقافة رفيع مستواه والشجاعة تشعل النار والزيد اللهيب والوطن جيشه يسود أرضه ويحمي سماه يحتمون حدوده إليا عواذيب الديب يا عيال انفاع حب الوطن ملحق مداه إنما حبي لربعي على شعري رقيب جيت أبارك فرحة اللي عسانا جيت أبارك فرحة اللي سعدنا في لقاها فرحة تروي المعازيب والسر النسيب فرحة الليلة فرحة ليلة فيها تحقق العبد الله مناه ليلة فيها تحقق العبد الله مناه المبروك بتلاقي حبيب مع حبيب فرحة منها تيسر لعبد الله هواه والسعادة من نصيب المثقف والأديب ملتقى الليلة تغشى سمى الطايف سناها الكرم والطيب والجود والمنظر عجيب يعسى فرحة باقية طول الحياة وكل من يفرح كل منا يفرح بنورها اللي ما يغيب والختام اذكر محمد عليه افضل صلاه ومن دعا الله صادق القول يلقى الله قريب شكرا لكم والان هذه قصيده اخرى لسعاده العقيد ناصر بن مقحم انفه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شيء يا مرحبا ترحيب المطر بأصحاب السعادة وأعيان وشيوخ القبائل
ثاني شيء نبارك العريس ونقول اللهم بارك لهما وبارك عليهما وأجمع بينهما في خير. مشاركتي بعد الرمز والعلم لا يمكن، هذا أستاذ، حنا تلاميذ في مدرسته، فاعذروني لو جاء قصور. أحمدك وأشكرك وأذكرك يا الرب الجليل، خالق خلقه مصرف جميع أحوالها. يا سلام الله سلام على الطرق الجزيل، فالقصايد ما نزايد نجيب جزالها. نستوي ونمال راع الروابع ما نميل، عارفين قصارها وعارفين طوالها. ليلة فيها النبا من قرح وسلسبيل، يا هجوس الشعر غني على موالها. إيه يا الخزا بين العزاوي والصقيل، ما ثبت يوم المواقف غير رجالها. ودي أواصل بس هالوقت، كم ثنيت وساق من دونها يبطالها. يا من الخايف ولا يقدر العايل يعيل، لابت إلا العز في أقوالها وأفعالها. يا سلام الله على المجد والظل الظليل، ليلة يزحم هلال العيد هلالها. عند شيخ كل ما قالوا، عند شيخ كل ما قالوا، اسمه يستطيل راسي وروسه للطيب ويض امثالها. عاش راس الشيخ عايض عدو المستحيل، كل ما ثقلت على أهل اللوازم شالها. طال عمرك يبيض الوجه يا الحر الأصيل، إيه يا فخر اللحلي تعز سبالها. وانت يا مشعل على الطيب شيال الثقيل، وانت يا مشعل على الطيب شيال الثقيل، تروي لأقصرت في العدود حبالها. ما قفي ما هو برد الثنا ولا الجميل، لازمي واللازمة ينفتام رسالها. جيت أغنيها من القلب باللحن الطويل، بالنيابة عن رجال تحكم أقوالها. عن جميع إخواني أهل المكاسب والجميل، وعنك يا راكان سيرة الطيب في منوالها. بارك الله حفلكم عد همال المخيل، وجعل عبد الله حياته تزين ليالها. مشعل وفايز وفواز لا شب الفتيل، يا محازم فاللوازم كبير انفالها. يا ما شاء الله واذكر الله ولا فيهم قليل، يا ما شاء الله واذكر الله ولا فيهم قليل، لا بتم الروس قوم تعرف خوالها. والمجالس من سعة ريح عود وريح هيل، من كرمهم فاتحة ما تسك قفالها. ما يقلط في رحاب المجالس غير حيل، وكل دلة كيف ما ينسى فنجالها. وسلامتكم. والآن مشاركة مع الأخ بدر بن عبد الله بن شجعان ما فيهم رجال دليله.
منذ وقاصر بالرجال المناعير كل القبائل يكسبون الجميلة في ظل حكام تقود القوابير آل السعود أهل السيوف الصقيلة تحكم بشرع الله وأفكارها تدير سياسة بين العميل وعميلة وحنا معاهم في الليالي المعاسير لا مختلط على جرمة والنذيلة هذا المجوس وصاب ستة تعابير واختامها يا الله يا منشية المخيلة تحفظ بلدنا من صدوف المقادير تجعل you
الآن شيلة مهداة من الشيخ دخيل الله المقاطي وأبنائه إلى العريس ووالده. يا مرحبا ترحيبتي مثالها فوق الغمام أقولها باسم الشجيع اللي ينوم سالما. يا مرحبا ترحيبتي من زالها فوق الغمام أقولها باسم الشجيع اللي ينوم سنانبا. من عزوة الخزام راس الطيب نبع الاحترام لا دنفعي من عتب قوم عز وقوم جاه. عايض ولد معتق ونعم بكل يوم وكل عام اسمني يشرف سيرة اهل اللي مع ايامه نصاح. عايض ولد معتق ونعم بكل يوم وكل عام اسمني يشرف سيرة اهل اللي مع ايامه نصاح. شيخ انزهى هالمدح ما فيها جدال ولا كلام استاهله واسمه مثل برق انتكاشف في سماه. اربع سيوف في يمينه كل ما ثار العسام يقلط بهم قدامي ما يرجع ولا ينظر وراه. مشعل ونعم الراس يا فخر القبيله يا الهمام الشبل من ذاك الاسد والبيت عزه من بناه. مشعل ونعم الراس يا فخر القبيله يا الهمام الشبل مني ماربه ونعم الصيت مرفوع المقام يدوم ابو فايز عسى الله يحفظه طول الحياه. فايز وفوز الكرام ابن الكرام ابن الكرام الكل منهم لا وقف في موقف العز احتماه. وعبد الله الليله عريس الحفل ما حوله الملام نزف له كل الدهاني والقصايد من غرام. وعبد الله الليله عريس الحفل ما حوله شارك ثم نبارك فالبداية والختام عسى الفرح في حلالكم يا ربعنا يبقى سنة. جينا نشارك ثم نبارك فالبداية والختام عسى الفرح في حلالكم يا ربعنا يبقى سنة. يا مرحبا ترحيبتي من زالها فوق الغمام أقولها باسم الشجيع اللي ينوم سنانبه. من عزوة الخزام راس الطيب نبع الاحترام لا دن فعي من عتب قوم عز وقوم جاه. عايض ولد معتق ونعم بكل يوم وكل عام اسمني يشرف سيرة اهل اللي مع ايامه نصاح. عايض ولد معتق ونعم بكل يوم وكل عام اسمني يشرف سيرة اهل اللي مع ايامه نصاح. شيخ انزهى هالمدح ما فيها جدال ولا كلام استاهله واسمه مثل برق انتكاشف في سماه. اربع سيوف في يمينه كل ما ثار العسام يقلط بهم قدامي ما يرجع ولا ينظر وراه. مشعل ونعم الراس يا فخر القبيله يا الهمام الشبل من ذاك الاسد والبيت عزه من بنا. مشعل ونعم الراس يا فخر القبيله يا الهمام الشبل من ذاك الاسد والبيت عزه من بنا. اسمني ماربه ونعم الصيت مرفوع المقام يدوم ابو فايز عسى الله يحفظه طول الحياه. فايز وفوز الكرام ابن الكرام ابن الكرام الكل منهم لا وقف في موقف العز احتماه. وعبد الله الليله عريس الحفل ما حوله الملام نزف له كل الدهاني والقصايد من غرام. وعبد الله الليله عريس الحفل ما حوله الملام نزف له كل الدهاني والقصايد من غرام. جينا نشارك ثم نبارك فالبدايه والختام عسى الفرح في حلالكم يا ربعنا يبقى سنه. جينا نشارك ثم نبارك فالبدايه والختام عسى الفرح في حلالكم يا ربعنا يبقى سنه. جينا نشارك ثم نبارك فالبدايه والختام عسى الفرح في حلالكم يا ربعنا يبقى سنه. اهداء من ابناء الشيخ هلال بن عايز المقاطي للشيخ عايض النفيعي وابنائه بمناسبة الزواج ابن أخينا الشاب عبد الله بن عايض النفيعي. كلمات الأستاذ إبراهيم هلال مقاطي أداء فهد هلال مقاطي. لابت الخجام من قوم عريبة تكسب النماس والمدح بيداها. وبمشعل عز ناصيه وقيمة
احتواها عقب رجال حداهم عن كتيبة سمعت أهل الطيب ما يخفى صداها سمعت أهل الطيب ما يخفى صداها خالق الدنيا وعالم انتهى ويخيب اللي نصاه يلتجي به والنفوس المؤمنة حقق مناها يا هجوز الشعر في محفل عتيبة جملين بالبيوت اللي نباها يا هجوز الشعر في محفل عتيبة جملين بالبيوت اللي نباها احفل هذا الدماعي ومخري بها الرجال اللي رفيع من سواها احفل هذا النفيع ومخري بها الرجال اللي رفيع من سواها بزواج الشبل عبد الله جديبه وامدحي به عزوة زايد غلاها لا بد الخزام من قوم عريبه تكسب النماسي والمدح بيداها عقب رجال حداهم عن كتيبة سمعت أهل الطيب ما يخفى صداها كل واحد للمهمة ينغزي بها قوتك مطيب تلقاهم وراها كم وكم ناس تجيه وتنتخي به يحتزم دون المواقف ويحماها كلمة تبشر تبرح اللي يعتزي به يرجى الخطر ولا العلة دواها قلتها بالحق ما نبغى جزاها قابلي خلالكم قامة وهيبة بارك الله في الرجال وفي بناها اسمك اللهم نبدأ وانتهي بختمها من ذكر شاب مبتداها مالي له نبتدي بخالق الدنيا وعالم انتهى ويخيب اللي نصاه يلتجي به والنفوس المؤمنة حقق مناها يا هجوز الشعر في محفل عتيبة جملين بالبيوت اللي نباها بزواج الشبل عبد الله جديبه وامدحي به عزوة زايد غلاها لا بد الخزام من قوم عريبه تكسب النماسي والمدح بيداها عقب رجال حداهم عن كتيبة سمعت أهل الطيب ما يخفى صداها كل واحد للمهمة ينغزي بها قوتك مطيب تلقاهم وراها على اللي وقفته ترهي علىها كم وكم ناس تجيه وتنتخي به يحتزم دون المواقف ويحماها كلمة تبشر تبرح اللي يعتزي به يرجى الخطر ولا العلة دواها يا
إهداء من الملازم راكان ناصر مقح من فيعي إلى العريس عبد الله عايض معتق من فيعي. أداء المنشد خالد بن يالله العزيزي. ليلة فيها النبع من قراح وسلسبيل يا هجوس الشعر غني على موالها إيه يا الخزام بين العزاوي والصقيل ما ثبت يوم المواقف غير رجالها ما ثبت يوم المواقف غير رجالها احمدك واشكرك واذكرك يا رب الجليل خالق خالقه مصرف جميع احوالها يا سلام الله سلام على الطرق الجزيل فالقصايد ما نزايد نجيب اجزالها استوي وطال راعى الروابع عارفين قصارها وعارفين طوالها ليلة فيها النبع من قراح وسلسبيل يا هجوس الشعر غني على موالها إيه يا الخصام بين العزاوي والصقيل ما ثبت يوم المواقف غير رجالها طارت في شد غارة على وقع الصقيل لين زم للقوم ما تلتفت عيالها لين زم للقوم ما تلتفت لعيالها كل ما ترى الدخن حل فزم للجفيل كم ثني تساق من دونها يبطالها يا من الخايف ولا يقدر العايل يعيل لابت للعز فقوالها وافعالها يا سلام الله على المجد والظل الظليل ليلة يتحمل على العياد هلالها ليلة يزحم هلال العياد هلالها عند شيخ كل ما قاله اسمه يستطيل راسي وروس هل الطيب وايضا مثالها عاش راس الشيخ عايض عدو المستحيل كل ما ذقرت على هلال لوازم شالها طال عمرك يا ظلوات هي الحرى الاصيل هي يا فخر لحليت عز زبالها إيه يا فخر اللي تعز زبالها وانت يا مشعل على الطيب شيء على الثقيل تروي اللي قصرت فالعدود حبالها ما قفي ما هو برد الثنا ولا الجميل لازمي واللازم ينفدى مرسالها جيت أغنيها من القلب باللحن الطويل بني بعد رجال تحكمت والها بالنيابة عن الرجال انت حكم اقوالها عن جميع اخواني اهل المكاسب والحصيل وعن ركان وسيرة الطيب في منوالها بارك الله حفلكم عد همال المخيل جعل عبد الله حياته تزين ليالها مشعل وفايز فوفات لا شف المثيل يا محازن بالرازم يا محازم فاللوازم كبير انفالها يا ما شاء الله واذكر الله ولا فيهم قليل سربت من روس قوم يظل ظلالها المجالس من سعة ريح عود ريحه من كرمهم فاتحة ما تصك كفالها ما يقوى في رحاب المجالس كل دلت كلمة وكل دلت كيف ما ينسي فنجالها عن جميع اخواني اهل المكاسب والحصيل وعن ركان وسيرة الطيب في منوالها بارك الله حفلكم عد همنا المخيل جعل عبد الله حياته تزين ليالها بارك الله حفلكم عد همنا المخيل جعل عبد الله حياته تزين ليالها اهداء من مشعل وفايز وفواز لوالدهم الشيخ عايض بن معتق بن خزام بمناسبة زواج العضيد عبد الله. اداء منشد عبس.
المنشد سليم الرشيدي. يا إله الكون خلق البشر نحمدك يا رب ما غيرك إله، السعادة والفرح تسوى العمر يوم عبد الله تحقق له منى. هات والبشت الحساوي والعطر يقدم البزين والملا عطر، والمباخر عودها فوق الجمر عودها عنق سحاب في سما، وعايض الليل يرحب بالقصر بالرجال اللي لفوا قدر وجاه. ما نوفي وقفته دايم ذخر يا عضيد كل بونا في ذره، قبل اليمنى على بطن وظهر يا عسانا في رضا الله ثم رضاه. يا عضيد فدوة لك بالعمر قالها اللي ما يخيب من نصه. اطلب اطلب فاليسر ولا العسر انت غالي ما نقصر في وفاه، ناظر اخوانك عضودك والفخار كل رجال يقدم ما قواه. يالله احفظهم على طول العمر يالله اسعدهم على طول الحياة، يالله احفظهم على طول العمر يالله اسعدهم على طول الحياة. يا إله الكون خلق البشر نحمدك يا رب ما غيرك إله، السعادة والفرح تسوى العمر يوم عبد الله تحقق له منى. هات والبشت الحساوي والعطر يكتب البزين والملا عطر، والمباخر عودها فوق الجمر عودها عنق سحاب في سما، وعايض الليل يرحب بالقصر بالرجال اللي لفوا قدر وجاه. ما نوفي وقفته دايم ذخر يا عضيد كل بونا في دره، قبل اليمنى على بطن وظهر يا عسانا في رضا الله ثم رضاه. يا عضيد فدوة لك بالعمر قالها اللي ما يخيب من نصه. اطلب اطلب فاليسر ولا العسر انت غالي ما نقصر في وفاه، ناظر اخوانك عضودك والفخار كل رجال يقدم ما قواه. يالله احفظهم على طول العمر يالله اسعدهم على طول الحياة، يالله احفظهم على طول العمر يالله اسعدهم على طول الحياة، يالله احفظهم على طول العمر يالله اسعدهم على طول الحياة، يالله اسعدهم على طول الحياة. هلا يا مرحبا في مرحبا يضفي على هزود من اسطول الرجال اللي توفي بكل ميزان. هلا يا مرحبا في مرحبا يضوي على هزون من أسطور الرجال اللي توفي بكل ميزاني. هلا يا مرحبا يقولها عايض بدون حدود تراحيب الجزالة قالها من قلبي ولساني. هلا يا مرحبا ترحب وصنا على هالعود لقانا ورثنا، يا مرحبا للضيف والعاني. هلا يا مرحبا في مرحبا يضوي على
اضرب اطلب فاليسر